إيوا فاش خرجت من الخمسة جات وكانت شي حاجة في يديها لحت هكا حطتها. جيت أنا قلت لها الله أبنيتي ما تقولي لا السلام عليكم ولا والو مالكي؟ قلت لي ما ماليش يا عيني بعدا نحط أحوايجي وعاد نقول لك. واخا قلنا داك شي حطت داك الكتب وداك شي جلست فوق الكرسي جلست كتبكي والبنت صفراء خرج من الدين ما حرلي فيها العجب ديك العشية نطاكا عنقتها جلست كنبوسها منا منا وحفي على داك شي اللي كاين. قلت لها مالك يا بنتي؟ قال لي المعلم ضربتني هنا وضحكت فيا الاولاد قالت لهم ديروا هكا هيبة كتجي مصاوبة زعما مقطعة شعرها ودير بنت مولاد 9 سنين غير وقطعة شعرها وكتبدل وكدير راه ضحكت فيا الاولاد وزعما هي كتبكي البنت مريضة صافي ما كايناش تما كان انايا. أبنيتي الله يجزيك أبنيتي. قلت لها فين كاينة المعلمة دابا؟ كاينة في المدرسة. قالت لي صافي كلشي مشى. قلت لها شوفي غدا الصباح أنا غنمشي معاك وغادي تشوفي شنو غنعمل باش زعما كاع البنت كان نفاجي عليها. قالت لي واخا إيوا نوضي يا بنتي ها نوضي فطري وشربي وديري بقيت كنقزب ليها واخا.